ازيك يا عم حسين؟ اسماعيل، ازيك يا حبيبي؟ ايه انت رايح فين ولا جاي منين؟ بصراحة يا عم حسين انا مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. طب وابوك المعلم ياسين ازاي؟ ما بشوفوش. وانا كمان بقالي 4 شهور وزيادة ما بشوفوش على القهوة. هو عيان؟ معرفش، مراته مارجريت مش عايزين ازوره. مارجريت من اهل الله، هي اللي ودته في داهية. طب وانت عامل ايه مع عزاك؟ طردني. طردك؟ ألاقيش عندك شغل ليه يا عم حسين؟ انا حبيبي مش صاحب المكان، انا بشتغل عامل، يعني مملكش لا اطرد حد ولا عين حد. خد يا حبيبي. ايه ده يا عم حسين؟ ايه ده؟ انت عمرك ما شفت النص ريال بالشكل ده؟ ايوه بس ده كتير قوي، اعمل بيه ايه؟ خد من ايد عمك حسين، ما تكسفنيش. انا هاخد منك قرش يساخ بس يا عم حسين، ولو احتجت حاجه هبقى اجيلك، وكل فلوسك دي هردها لك لما اشتغل. يا سلام. صحيح ابن المعلم ياسين عينيك مليانه وصاحب كرامه. اتفضل يا سيدي، قرش يساخ اهو. اتفضل يا اسماعيل، المره دي كركديه سخن عشان تلعلع. انت ليه يا اسماعيل ما تقولش لابوك انه يعلمك الموسيقى والمغني؟ انا ما بشوفش ابويا خالص. يا ابني انت صوتك جميل، وحرام الموهبه دي تضيع كده. طب ما انا بغني اهوت وانتوا بتسمعوني. بس احنا عايزينك تبقى مطرب ناجح مش مطرب على قهوه. عارفين انا حاسس ان انا لما اكبر هبقى مشهور والناس هتسمعني وهتعمل لي اعلانات على المجلات زي الاعلان اللي بيعملوه عبد الوهاب. ده انت احلامك كبيره قوي يا اسماعيل. يا سيدي مفيش حاجه تكبر على ربنا، يعني هنشوف اسماعيل وهو بينافس عبد الوهاب. كل شيء جايز والله اعلم. الوقت اتاخر يا دوبك نروح. وخدني معاك في سكتك. مش هتروح اسماعيل؟ لا انا عايز اقعد لوحدي شويه. خلاص يا سيدي نشوفك بكره على القهوه. وحشتني قوي يا ابوي. مين ده اللي جاي الساعة دي؟ الساعة 11 بالليل. هاتي هاتي الشوك يا سيدي، هاتي الشوك يلا. غطي معايا قلبي. لا مؤاخذة يا أبي، أبويا موجود؟ أنتِ جاية هنا ليه دلوقتي؟ اسماعيل، ايه اسماعيل اللي جابك دلوقتي؟ خير؟ ستك ماتت؟ لا يا ابوي انا بس جيت عشان اشوفك. انت كمان وحشني خالص يا حبيبي. انت اللي وحشتني قوي يا ابوي. بس مش معقول تكون جاي الساعه دي عشان انا وحشتك وبس. ازاك طردني من المحل يا ابوي وما بقاش معايا فلوس. وايه اللي خلاه يطردك؟ ده انا ما صدقت شغلتك عنده. انا خلاص ما عنديش فلوس اصرف عليك. خد ادي الشيلن ده، خليه معاك اتصرف بيه لغايه لما تلاقي شغل تاني. بس ده مش شيلن، ده نص ريال. هو ما فيش غير الشيلن ده بس. ها، ولازم تتصرف وتلاقي شغل. يلا روح. استنى انتي عايزه فلوس؟ لا ما انا خلاص اديته يا مارجريت. ايوه ابويا اداني شيلن. اسماعيل حبيبي لو عايز فلوس كتير تعالى خد اللي انت عايزه. ايه اللي بتعمله ده؟ اسماعيل مش غريب، اسماعيل ابنك وابننا. تعالى شوف فلوس كتير. مارجريت ايه اللي بتعمليه ده؟ انا مندهش، ايه المقصود من ده كله؟ ما قالت لك ياسين ابننا ومش غريب. شوف اسماعيل، شوف فلوس. انا اديكي فلوس كتير. مارجريت انت هتديله من الفلوس دي؟ هو لازم يعرف حقيقة. مارجريت ارجوك
الفلوس دي كلها فلوس مش حقيقي، مضروبة تبان كأنه حقيقي لكن هو مزيف. فعلا دي شكلها زي الفلوس اللي نعرفها. عارف مين عمل فلوس دي اسماعيل؟ البرت. مين؟ أبوك. أبويا؟ ما تصدقهمش ما تصدقهمش يا اسماعيل. اوعى يكون النص ريال اللي اديتهولي ده يا ابويا يكون مزيف هو كمان. لا يا حبيبي مش ممكن اديلك فلوس مزيفة، النص ريال ده سليم 100%. ياسين انت اديته شيلن او نص ريال؟ نص ريال مش يكفي مصاريف اسماعيل. اسماعيل عايز ياكل ويشرب ويلبس ويتفسح، ليه تحرمه ياسين؟ منك لله يا مارجريت، منك لله. اسماعيل ابوك كان مضطر ان هو يعمل كده علشان الذهب بتاعه يتسرق، وبعده بعد ما المخل راح منه كان لازم يسدد ديونه والا يدخل سجن. سجن؟ وبعدين ابوكي مريض محتاج فلوس عشان يصرف على الدواء بتاعه وعلى علاجه والا يموت بعد الشر. وبعدين اسماعيل احنا محتاجين نصرف شويه من الفلوس دي عشان العلاج بتاع بابا. انا ما طلبتش منك تجيبي لي علاج، سيبي الواد في حاله. انا عشان خاطرك يا ابويا مستعد اعمل اي حاجه. انت لو مت مش هلاقي حد ليا في الدنيا دي. لا 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 اسمعي يا ابويا.